حرب السادس من تشرين أروع إنجازات أمتنا في تاريخها الحديث. لقد كانت معارك تشرين والجولان شهادة شرف وفخار لقواتنا المسلحة، وتجربة ضخمة اجتازتها في البر والبحر والجو بنجاح عظيم وبأعلى درجات الرجولة والبطولة. انتصاراتنا في حرب تشرين رصيد كبير ودائم لشعبنا ولأمتنا. فلا انتصار مع الجهل، ولا انتصار مع الخوف، ولا انتصار مع التردد، ولا انتصار مع التخاذل. أقوال الرئيس الخالد حافظ الأسد. تشرين التحريرية كل العالم تعرفها والدول كلها بتعرفها بنجاحها بقائدها المفدى المرحوم حافظ الأسد الله يرحمه اللي خطط لها ونجح بتخطيطه، وجبل الشيخ بيشهد على حرب تشرين. حرب تشرين ممتدة من 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 جبل الشيخ للحمة، نعرف قطعت منه كان جحم، وانت بترجعينا ل 73 لل 2018، كم سنه هذول؟ وترجعينا للشباب وللقوه وللجهاد وللي كنا فيه، يعني اشغل هذيك الايام. نحن قدنا حرب تشرين التحريريه بقياده المرحوم خالد حافظ الاسد رحمه الله وطيب الله ثراه، وكنا برفقه اخواننا وأخوتنا العساكر والضباط وصف الضباط وكافة الأهالي المدنيين وعسكريين يد بيد. أهل البلد بلدنا خاص، يعني طبعا المنطقة كلها اشتركت، كانوا يقدموا الأكل والشرب والمعونة، ويعني ما خلوا كل واحد ينطلق من قبله. الشباب اللي كانوا بجبل الشيخ لقون النساء بالزراغيد والأكل والخبز، يعني شو بدي اقول لك، الطريق هذا فعلا مش عبالغ. نحن طريق حطوا الاكل، كل واحد يحط الاكل على الطريق، اللي بدي يشرب اللي بدي ياكل. مرقوا على المنطقه من هون الاهل بتعرفي، يعني انت حفاتهم هن وغيرهم، يعني اي عسكري يجي بالليل او بالنهار او كذا من تلاقي الاهالي هون كلها حطوا الاكل على جنبين الطريق. اهل بقاسم من يشتغل كل واحد يجيب بيت على بيت طيلة أو مناسف هيك وحطوه على جنب الطريق، اللي جاي واللي طالع، شايف كيف؟ إيه، والأهالي ما نامت لا حتى صار إنزال من مصر جبل الشيخ، واللي إجا إجا واللي كذا واللي خريب. قدمنا نحن نخبز ونطالع من 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 من, من عنا، ما كان في فران ولا كان في شيء، نطالع أكل وشرب وغميس. البيوت بتعمل جبن، بتعمل خريشي، بتعمل لبن، بتعمل زيتون، بتعمل معقود، نطلعه كله نطلعه على المراصد. يعني هاي من ذاكرة تشرين، وكنا نحن مع الوحدات الخاصة ما كان في طريق للقمة، قمة جبل الشيخ، كنا نروح نحن على البغال ياخذوا ذخيرة وكذا، ما يطلعوا بالليل مثلا العصريات يصلوا الصبح، كانت تقريبا القمة بالليل يحتل جيشنا، بالنهار يجي الطيران يقصف ياخذوا هني، وظل هيك المعارك 87 يوم كنا نحن هون مع الجيش الرباني والوحدات الخاصة الرقيقة، كان أبطال كل جيش سوري بطل، نحن مستعيده من شعبنا العظيم المعطاء الذي يقدم لنا من جهده وعرقه، ينتظر منا أن نكون السياج الفعال لهذه الأرض الغالية، وأن نحقق له السيادة والحرية فوق أرضه وداخل وطنه. وعلينا أن نحقق أمل الشعب، وأن نستعيد كل ما اغتصب من الأرض في كل زمن وكل مكان. احنا هون شعب ما منتزحزح من أرضنا، هي عنا وصية من أبائنا وجدودنا، ما منتزحزح من الأرض. إننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا، وندافع اليوم كي ينعم شعبنا بحريته. نحن دعاة سلام ونعمل من أجل السلام لشعبنا ولكل شعوب العالم، وندافع اليوم من أجل أن نعيش بسلام. فسيروا على بركة الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.